كان تحكي لنا على البرت شنو مشاكله بالضبط وشنو فاش تقاسيه في البرت هذا بتاعنا بتاع صيادة. البرت بتاع صيادة قاعدين ناني ناني يذبح عن جد بحار المخلوق في البرت واني واني نعرف البرت حيث حيث تكون البرت بحر طول عمره عن ناني ناقصين التجهيزات الرسمية بتاع البرت. أبسط حاجة حتى باش تطلع ماكينة باش تطلع فلوكتك للبر باش تطلع ماكينة إليفاتور كيما قالك باش تطلع فيه الماكينة. جاب واحد كان يخدم في الفلاقة قبل جاب لنا واحد فهمتني ولا وقت اللي مشى هو هذا نحكي لك بالثمانينات وقت مشى هو تهز الإليفاتور الواحد هذا اللي صار تطلعوا حتى باش نطلعوا ماكينة من الفلوكة مع الناس فهمتني باش يخرجوا الفلوكة للبر باش الصيانة بتاعها وكل شيء كيف كيف تجور نعاني جابوا لنا سنين تري يجبد فهمني فهذا الرافعة جبنا تري فهمني ولا ما بالها منهار كنا حتى نعاونوا فيه رواحنا بالفلاكي صار دونك هزوا نحو فهمني ولا قعدنا نهار كله احنا نمشي او نمسير او طول او نطلع بالواحد بالتراكس اي وكي تمشيوا مثال طول او تمشيوا المستير تمشي سوزا بالوقت تطلعوا فلاكم بارفوا تقعد شهر شهرين فهمني ابار حتى الوحدات المعاملات مثلا ولكن انت برا بلادك باه ابار التطليع وتنزيل الفلاك وتصليح بتاع الفلاك كل شيء شنو عندكم مشاكل اخرى في البر؟ عندنا نو واخر جاو عملوا تصليحات المره اللي فاتت عام 2003 تقريبا فهمتني حلوا مفهوم البرت وعملوا لنا جناح فهمتني من ظهره واللي يرد عليه البحر ولا الفلاك يتكسر في البر كما صارت النوى الاخرانيه وتكسروا الفلاك كسروا الفلاك وفهمتني ولا فما باه وبالنسبه للواد نتاع السكلي اللي يصب في وسط البرت واد السكلي هذاك الكارت الكبيره هذاك اللوح فلايكنا ديما باليابرونه كل فلوكه تكبر شنو هذه اليابرونه الناس ما تعرفش اليابرونه شنو هي اليابرونه كيسوس هذه كيسوس اللوح تتقادى من الملح معناتها تخلط تخليط نتاع الملح الحلو والملح بالضبط وشنو تعمل بالضبط هذه تاكل اللوح معناتها تاكل كيما يعرفها في البر وحتى في البر يعرفها السوسه نتاع اللوح وهذه فما السوسه نتاع اللوح نتاع اللوح البحر نتاع بحر سبيسيال اقوى من السوسه نتاع البر تاكل اللوح فهمني الفلوكه تفر كان كهو برا معناتها اللوحه تلقاها كان الدهن نتاعها الدخلاني نتاعها كل تاكل تفتفت تفتفت وتاكل فهمني فارفوا توقع كتوقع توقع فهمتني لا تغرق الفلوكه في الدنيا فما شكون انا صار مشكله وقعدنا نعانيو فيه قلت له قداش من البحار باش فلوكته ما تغرقش شاديني بالاحبال وكل شيء وقت نخرج الفلوكه البر يلقاها ثلاثه اللي يبرون باهي سي محمد شنو المساج تحب تقوله للسياديه اللي ممكن يتفرجوا في الفيديو تو السياديه احنا عندنا شنو نقول لك احنا في صياده ديما الحكايه تبيا نلوجوا على المصلحه العامه احنا ما وناقصنا شويه وما بينا السياديه خسرنا المثقفين اللي لهم يعاونونا على اساس باش فهمتني ولا يلقاو نلقاو كلمتنا عند كيما نقولوا احنا المسؤولين باش يعاونونا يركحونا البروت ويركحونا فهمتني نورمال وهذا حقنا من حقنا حقوقنا ماهيش مش حاجه كيما نقولوا احنا طلب كبير عندنا من اقدم الابرات يلزموا نورمالمون مرافق نتاع الصيانه نتاع الواحد يكون موجود في بورتنا عندنا برشا فليك في بورتنا دونك شنو المطلوب بتاعك الاساسي للمواطنين اللي ممكن يتفرجوا في الفيديو؟ هما من معناتها كان كيما كل واحد يلوج على مصلحه بلادهم شي نورمال فهمتني ولا يعاونونا يصححونا باش الدوله تسمعنا باش السلطات الرسميه تسمعنا فهمتني ولا وتاخذ خاطرنا كي يكونوا البلاد كامله معناتها كيما نقولوا المتحده على اساس مطالب معينه مطالب معينه نورمال يعاونونا